ايوه فاكرين الحاجة منى اللي كانت تعمل جلسات التهاب الأعصاب الترابية الجميلة؟ عملت ما شاء الله كمان معانا طرف صناعي. هي مرض السكر كانت جات لنا، كان ادى البتر رجل من الرجلتين، وجات عشان تحافظ تعمل جلسات نحافظ على الرجل التانية، وعملنا لها كمان طرف صناعي دلوقتي وماشية وشطورة. خطوتين كمان عشان الناس بتحبك قوي على فكرة. انا بحبك وبموت فيكي، تستحق الشكر، وست محترمه ودكتوره محترمه، وكل الدكاتره اللي معاكي وماسكين معاكي ولاد حلال ولاد ناس، ويكفيكي شر المرض، بيحب فيكي جميع الناس، انت دكتوره عسل. انا كنت جايه هنا بعاني من التهاب في الاعصاب في الاطارف، والحمد لله عالجتني وخلتني 100 100، وعملت لي طرف صناعي، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وكتر الف خيرها. بالله عليكم كلكم تيجوا عندها، دكتوره زي العسل، ودكتوره تفائلوا بيها. انا تفائلت بيها، انا بقالي 7 سنين قاعده على الارض على الكرسي، هي خلتني وقفت. اول مره اقف من 7 سنين يا جماعه، والله والله اول مره اقف من 7 سنين. حبيبتي جزاك الله خير يا حبيبه قلبي، حبيبتي وهي خيره وعسل، وكل الاطباء اللي عندها 100 100. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لحبيبه قلبي، ربنا يخليك يا حبيبتي.